أخذنا بالدرس الذي مضى الفائدة الثانية، فما هي الفائدة الثانية؟ توحيد الصفات، الصفات يعني أوسع من باب الأسماء. أي باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب من يعلم؟ أبو محمد. أن لكل اسم يعني تضمن صفات، لأن كل اسم يتضمن صفة. طيب من يعلم تعليلا آخر صلاح؟ صحيح، لأن الصفات أو لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله تبارك وتعالى لا منتهى لها. ما هو الدليل على أن أفعال الله تبارك وتعالى لا منتهى لها؟ عبد الجبار. أما النحو ما في الشجرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. شاهد، ما هنالك نفاد بكلمات رب العالمين، والكلام صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية أي يثبتها لله كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله. الثاني سلبية، صفات سلبية. منهم من أنكر التعبير بالسلب وقال منفي، لكن السلب بمعنى النفي، فهذا اختلاف لفظي. المعنى واحد، السلب والنفي. قال رحمه الله تعالى: الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. إذن الثبوتية ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الصفات الثبوتية هي صفات كمال، كلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة. الله جل وعلا يوصف بالحياة ويوصف بالعلم ويوصف بالقدرة ويوصف بأنه مستوى على عرشه، ويوصف أيضا بأنه ينزل كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات الثبوتية كل
كلها صفات كمال، كلها صفات كمال ليس فيها نقص. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، هنا حقيقة، لأن أهل البدع دخلوا في هذا الباب وقالوا هذا من باب المجاز، والأصل في الكلام أنه على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. بل منهم من أنكر المجاز وقال لا مجاز في اللغة العربية، وإنما الأمور تعرف بسياقاتها. نعم، بعض الجمل نعم يعرف المحذوف والمراد من خلال سياق الجملة. قال أما السمع الكتاب والسنة، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، قال والكتاب الذي، نعم، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. نعم، استدلال يعني جيد وموفق بهذه الآية. آمنوا بالله يعني نؤمن بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، نؤمن بالكتاب وبما جاء في الكتاب، ونؤمن بالرسول وبما جاء به الرسول لأنه لا ينطق عن الهوى. هل هنالك فرق بين نزل وأنزل؟ هل هناك فرق بين نزل وأنزل؟ ما هو الفرق؟ يعني الفرق بين نزل وأنزل، نزل أي أنه نزله مفرقا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، نزل يعني بمعنى أن ما أو إذا رأيت نزل أي أنه فرقا، وأنزل أي جملة واحدة. هذه فائدة مرت معنا في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. أي نزل عليه القرآن، لكن هنا والكتاب الذي نزل على رسوله، نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الجنس أنزل. نعم، تفسير كثير. قال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل
أو الكذب أو العلم. الجهل جهل لا يعلم، الكذب يعني الجهل ضده العلم، والكذب الصدق، والعلم الفصاحة. والعلم والصدق والبلاغة والفصاحة مجموعة وموجودة في كتاب الله. وأما الجهل والكذب والعلم فهي منتفية. قال رحمه الله: بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. طيب، هنا في تفسير ابن كثير قال: نزل والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة. إذن والكتاب الذي أنزل، ولهذا الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان. نزل لم يقل أنزل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصفات السلبية ما نفاها الله، ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعجب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. فيجب نفيها عن الله تعالى. نعم، التعب صحيح. قال: والعجز والتعب. أما صفة العجب فعلى قراءة بل عجبت ويسخرون في إثبات، وفي السنة عجب ربنا، في السنة عجب ربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر هو قيس بن عمرو بن مالك النجاشي، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني هذا نقص. وقول الآخر:
لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ذلك مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته. لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. طيب ننتبه، صفات الله تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الثبوتية ما أثبتها رب العالمين لنفسه، الله أثبت لنفسه صفة العزة والقدرة والعلم والمجيء والذهاب والكلام والضحك والاستواء وصفة الوجه واليدين والنفس، فهذه نثبتها لأن الله أثبتها، نثبتها على الحقيقة. أو إذا وأيضا إذا ثبت ذلك في سنة السنة وصح عن النبي وجب علينا إثباتها، كحديث ينزل ربنا، النبي أثبت لربنا النزول. وهكذا صفة العجب، يعجب ربنا، يضحك ربنا، نثبتها لربنا سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية كلها كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كلها صفات كمال. فصفة العلم والعزة كلها كمال، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. بقي عندنا الصفات السلبية المنفية عن الله، المنفية عن الله تبارك وتعالى. النفي بمعنى الإبعاد، نفى أبعده، فنفاها عن نفسه بمعنى لم يتصف بها. والصفات السلبية كلها نقص، كلها نقص، الصفات السلبية كلها نقص، فلا يجوز أن يتصف ربنا بها. لكن ما المراد من الصفات السلبية؟ المراد من الصفات السلبية إثبات كمال الضد، يعني كمال الضد. فرب العالمين نفى عن نفسه الموت، الله جل وعلا لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما المراد؟ إثبات كمال صفة الحياة. نفى عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن أثبت لنفسه صفة القيومية سبحانه وتعالى، فهو قائم على نفسه وقائم على غيره. وهكذا نفى عن نفسه
نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد أن النفي هو المراد لذاته، وإنما لضده، فيثبت كمال الضد، يثبت كمال الضد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بدليل السمع والعقل. السمع الشرع مستدل بآية النساء: يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، فكيف تؤمن برب ليست له صفات؟ كيف يكون ذلك؟ ورب العالمين هو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، وهو أبسط المتكلمين. يعني أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين ليس فيه ألغاز وليس فيه أحاجي كما يقال، إنما هو واضح. يعني في آيات كثيرة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى أعلم، فهو عالم وعلمه واسع. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم ذكر الشيخ أن النفي هو عدم، النفي هو عدم، ويعني النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، بمعنى يكون عدما. الآن مثل بقوله هذا الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، معنى أنهم جبناء، أنهم جبناء. وهكذا: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا ليس مدحا لهم، ليس مدحا لهم. الآن لو قلت: زيد أعلم من الجدار، الجدار ما يعلم أصلا، ما في قابلية له، فهذا مدح لزيد أو ذم؟ هذا ذم، هذا ذم لزيد. طيب، هنا ذكر مضمون القاعدة، قال: أن ركني التوحيد في الأسماء والصفات. يعني بالنسبة لتقسيم الصفات الثبوتية ستأتي معنا إن شاء الله. أن ركني التوحيد في الأسماء والصفات هما الإثبات والنفي، وأن الأصل في النفي الإجمال، ولا يذكر مفصلا إلا لضرورة، وأن يتضمن النفي كمال الضد. إذن الصفات الثبوتية الأصل فيها التفصيل، الصفات السلبية الأصل فيها الإجمال، ولا يفصل إلا لضرورة. ولهذا لو نظرت في القرآن إلى الصفات السلبية لوجدتها قليلة بالنسبة إلى الصفات الثبوتية، صح ولا لا؟ الآن يعني الأسماء الموجودة في القرآن كثيرة، وكل اسم يتضمن صفة. طيب، الصفات المنفية في القرآن قليلة بالنسبة للصفات التي أثبتها رب العالمين، يعني كالنوم والصلاة والظلم والجهل والنسيان، ويعني الموت
والصفات التي مثل لها الشيخ رحمه الله تعالى. فالأصل في الصفات الثبوتية التفصيل، والأصل في الصفات المنفية الإجمال، ولا يفصل فيها إلا لضرورة. وهنالك رسالة الذي يظهر أنها رسالة الدكتوراه بعنوان النفي في الصفات الإلهية، هذه رسالة جيدة جدا. أبا الرحمن الحديث قال الله عز وجل عن يهودي ابن آدم، هل نصف العزيز من يهودا؟ هل رب العالمين جل وعلا يؤذى؟ نعم يؤذى، والدليل يؤذيني ابن آدم، لكن الأذى ليس أذى تضرر، ليس فيه ضرر. يعني الآن قد يتأذى الإنسان من رائحة الثوم والبصل ولا تضره، فهذا هو المراد. أيضا هنالك آية فيها أن الله جل وعلا يؤذى، من يذكرها؟ قال الله إن الذين يؤذون الله ورسوله، فليؤذوه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأخبر الله بأنه يؤذى، لكن الأذى ليس أذى تضرر، ضرر لا يلحقه الضرر. والله جل وعلا قال إنهم لن يضروا الله شيئا، لكن كأذى الثوم والبصر وما أشبه ذلك. طيب يعني نثبت، يعني الله جل وعلا أخبرنا. طيب أضواء البيان أو تفسير كثير من آية الأحزاب، ما بقي آية غير هذه الآية؟ هذا بدون شك، نعم بدون شك. يعني ذكر الحديث يؤذين ابن آدم والآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أيضا ما أثبت في السنة أو الحديث كان يتضمن أنه يعني من الكلام فقط، لا ليس ما يمكن فلان، يعني الأذى ما يوصل إلا بالكلام، ليس أذى يلحق الضرر بالله، لا، لكن أذى يعني بمعنى أن هذا الكلام لا يرتضي ولا يحبه ولا يقبله، لكن ليس معنى أنه يضره، لا ليس معنى ذلك أنه يضره. هو يعني الضرر يعود على الإنسان بدون شك، لكن هل يؤذى؟ نعم يؤذى، يؤذيني ابن آدم، قد يؤذيني ابن آدم. قال أن الشعر الذي يستدل به في الأسماء والصفات إما أن يكون شعرا جاهليا فهم فصحاء العرب، وإما شعراء الإسلام كابن رواحة وحسان وغيرهما رضي الله عنهما، وإما شعراء في صدر الإسلام ولم يختلط شعرهم بلغة العجم، فهذا مما يحتج بالشعر. هنا قال يقول تعالى متهددا ومتوعدا من هذا بمخالفة أوامره وارتكاب زواجه وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله. نعم هنا قد يؤذون الله
السبب الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن أهل الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل فينا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله تبارك وتعالى. قال وظاهر أن الآية عامة في كل من آذى بشيء، ومن آذى فقد آذى الله، كما أن من أطاع فقد أطاع الله. هنا نعم آذى الله. حسن ماذا عندك؟ ذكر من الصفات الآذى. طيب تأكد.